من قال أن التاريخ لا يعيد كتابة نفسه مرتين وبصورتين مختلفتين أيضا، فعليه أن ينظر إلى تعز التي تعيد كتابة التاريخ بطريقتها الخاصة وتختار مواعيدها للنصر. اليوم وبالتزامن مع الذكرى السادسة لإحراق ساحة الحرية، تمكنت قوات الجيش الوطني من اقتحام أسوار القصر الجمهوري أعتى وأمنع مواقع الميليشيا في الجبهة الشرقية، ليتحول الانكسار في الماضي إلى نصر في المستقبل وتستمر مسيرة الثورة وإن بصورة مختلفة. المعلومات الواردة من ميدان المعركة تقول إن وحدات من الجيش الوطني تمكنت من اقتحام القصر الجمهوري من الناحية الغربية، وأن التمشيط جار في مباني وساحات القصر. مصادر عسكرية في الجيش الوطني قالت إن هذه المعركة معركة كسر العظم لما لها من أبعاد استراتيجية، فمن حيث المكان يمثل القصر موقعا هاما كونه يقع على مرتفع يشرف على معظم أحياء المدينة، وفي حال السيطرة الكاملة عليه من قبل الجيش الوطني فإن ذلك سيكشف أمامهم مواقع الميليشيا في الضواحي الشرقية من المدينة في منطقة الحوبان، أهم معاقل الميليشيا في المحافظة. هذا التقدم أيضا جاء إثر معارك عنيفة خلال اليومين الماضيين أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر الميليشيا وأسر أعداد آخرين. ومع هذا التقدم تكون تعز أمام كتابة فصل جديد من فصول الانتصار في معركة الخلاص من الميليشيا وإعادة الشرعية.